في المشهد الثقافي أوضحت وزيرة الثقافة خالدة تومي خلال لقاء جمعها مع الأسرة الفنية أن المرسوم الخاص بتغطية الضمان الاجتماعي للفنانين والمؤلفين الأحرار الموقع منذ يومين من طرف الوزير الأول عبد الملك سلال سيحل مشكلة 90% للفنانين والمؤلفين المستقلين. اللقاء حضره ممثلون عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وعن التلفزيون. دليل أبو عزيز. بعد 50 سنة من الانتظار، المرسوم الخاص بتغطية الضمان الاجتماعي يدخل حيز التنفيذ بعد أيام قلائل. مكسب من شأنه إعادة الاعتبار للفنان الجزائري من خلال ضمان أبسط حقوقه في الحماية الاجتماعية. المبادرة هذه كنا نستناو فيها شحال من سنة، والحمد لله دوك كما بعض من الفنانين الله يبارك كما انايا ولا كما اخرين اللي عطاو يعني لهاد الجزائر هدايا بلي دو 40 طون. كنسمه امل جات يعني تخلي المبدع وتخلي يعني الفنان بصفه عامه يزيد يبدع، خاطر عنده ضمان اجتماعي للعائله نتاعو. وفيما يتعلق بحقوق الفنانين والمؤلفين الأحرار الذين ينشطون منذ سنوات طويلة في الساحة الفنية والأدبية، أكدت وزيرة الثقافة أن وضعية هؤلاء ستكون محل إجراءات خاصة. الدولة في هذا المرسوم دارت واحد المادة واسمها مادة 11 وتقول نعترف بحق الفنان الجزائري الضمان الاجتماعي ونعترف حق للفنانين العمداء. المرسوم هذا يسمح لنا يعني بعد ايام قليله المقبله ان شاء الله يسمح لنا باش ندرسوا يعني كل الحالات الخاصه في هذا الموضوع، والفنان هذاك يكون عنده الضمان الاجتماعي درجه اولى ويكون عنده ثانيا حتى التقاعد. مناسبة اليوم كانت ايضا محطه لتقييم وضعيه الفن والفنان في الجزائر.